لازم اقتله. تقتل مين وعشان مين؟ سيبني بقول لك يا جدعان. تقتل جاسر عشان حميده. جراي امال حميده زي السبيل، العطشان بيحاول ويشرب. بحبها. ما تبقاش مجنون، حميده بتاعت الكل يا متولي. انك ادع حجار عندي طال الجبل ولا يعلى عليك سلطان. اسلم يا ريش علاء. جاسر هو البريمو. سامعين؟ انا البريمو. كل الحجاره دي بتراعي. لو انا كان جلبكم جبل. اسلم لنا يا جاسر. الحقيقه انت النهارده وفرت علينا شغل جمعه بحالك. الريش علاء انا علاء البريمو. ما علاقش علاء البريمو. حميده تقل عليك. بكره تجيبك الارض وتقلبك بالبريمو للترسو. Thank you.
باسر يا ولاد. بيت يا نعمان، مش هو ده باسر ابن الحاج مبارك؟ جاسر اللي كان مسجون. ايوه اللي قتل متولي عشان حميده. هو ده يا حليوه. انت يا جدع، انت اسمع يا عم اسمع. مش انت جاسر ابن الحاج مبارك؟ ايوه انا جاسر. بركه يا جاسر اللي طلعت بالسلامه. الله يبارك فيك. هروح اقول للخالف معيه. قوم يا بنت فرحيهم. هو انت تقوم من النوم تنام تاني؟ اسماعيل سمع يا اخي قوم كل. ايه ده كله انا لابس؟ كل وانت شايف. عاوز تقول ايه؟ اقول ايه؟ والله انا عارف من غيري كنت اعمل ايه يا ناريس. طب كل وانت ساكت. لا يا يا جاسر اللي قتل متولي علشان حميده. هو بعينه مصيبه ونزلت علينا. مش ابن عمتك؟ ده انت قلت لي بعد ما تلسانك ان ملوش غيرك في البلد. عشان كده بقول لك مصيبه ونزلت علينا. طب قوم اعمل لك هم. همه ايه وهباب ايه يا نرجس؟ يا راجل قوم جيب لنا راس سكر نبيل الشربات. يا نرجس انا حلت اللضا ويعني ما يجينيش الا في الايام الزحل دي. طب استنى. رايحه فين؟ هتاكليه وراها؟ يخش السوق ده كنز بتكبيشي منه وتجيبي. والله ما انا عارف من غيري كنت هعمل ايه يا نرجس. خد اعمل الراجل وقف وسط الرجال. مسير الحايط لا والله وحشت الجبل ورجالة الجبل. نورت البلد بحالها يا جاسم. طب والعيش والملح السجن مغير منك حاجه؟ زي ما انت زي ما انت. طب وشرف ابويا زي ما كنت البريمو في الجبل برضه كنت البريمو في اللبان. انت راجل ولا كل الرجاله؟ ما تخافش عليك في اي مكان يا جاسم. كان بياكلوك ايه في اللبان؟ مفتاح. ضيافة مش في اوانها يا نرجس. مش ابن عمتك هو يعني غريب؟ ايوه يا نرجس بس يعني انا الراجل خارج من سجن ومتعشم فيه، وهو لما يشم نفسه هيدور على رزقه. ما باليد حيلة وضبينه منامة. شوفك بطل في الجبل ان شاء الله. تصبح على خير يا جاسم. الله يكرمك. جبتك كل يا ريس. مع السلامه يا جاسم. تصبح خير معلمي. مع العزه بكره ان شاء الله. سلام عليك. مع السلامه. مراتي نرجس. اهلا وسهلا. اصل اسماعيل يبقى ابن خالي. عارف هو انت ابن عمته وحبايب من صغركم. تمام كده. المناقه بتاعتك ايه يا جاسر؟ قلت ايه؟ بس انا خايف اضايقكم. تضايقنا ازاي؟ ده احنا اهل والبيت بيتك يا سي جاسر. الله يحفظك. تمسى بالخير. كنت من اهلك. انا حاسس اني عاوز انام اسبوع. الله يكون في عونك. الخمس سنين اشغال شقه. طب سيبك انا بقى عشان تفتح لك شويه.
تصبح على خير. وانت من اهلك. عايزك مال. طب ابعد عني. يوه عايزه انام. ايش فضايع؟ يوه مال بقى يا راجل اوعى. ديه ديه مال. جاسر خرج من السجن وصل البلد النهارده. وهو فين؟ نزل عند اسماعيل ابن خالد. حميد عايزاك. انا ليه بقى مستغرب عن عمري؟ ايوه جاي. انا بدي اروح المطحن. طب ما تروح. وايه اللي حايشك؟ جاسر. اشمعنى؟ هيصحش اخرج واسيبه في البيت. روح صحي وخده معاك. مش احسن برضو؟ ايوه احسن. اصل انا هفي. الله 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 الله، انت زعلتي يا نرجس؟ خدني من الشارع، خايف عليا. لا انا ما اقصدش. امال ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ خلاص ما بقولش، اديني ماشي. عنده حق، انا جسمي حمدان. تعال اغسل وشك. اسماعيل حتى
حكالي عنك كتير. بالخير ان شاء الله. بيقول انك شاق. اسماعيل طول عمره هادي وكان بيعتبر عمالي شقاوة. هو انت بتعتبرها ايه؟ فتولد شباب، لو ليا ولا عيل يشغلنا نعمل ايه؟ قادر نخش السجن برجليه وحياتك مرة واحدة، وبعد كده اتنصحت وبرضو ناوي تتشقى على خفيف. هروح احضر لك الفطار. تسلم ايديكي. السلام عليكم يا رش علان. اهلا جاسر، ازيك يا راجل؟ كفاره، ازاي احوالك؟ الحمد لله. اتفضل اقعد. انا جاي لك وانا عشمان، عايز اشتغل. قدام شويه يا جاسر. ايه الحكمه في كده؟ تكون نفضت عنك غبار السجن. غبار ايه؟ ان كان في السجن في غبار، هنا في رمل وحجاره. انت اصلك مش فاهمني. هنا في برضو اخوان ليك فاهمين حكايتك غلط. طب ما تفهمهم الصح. او ده بقى الغبار اللي بتكلم عنه. متاكدين انك انت قتلت زميل ليهم؟ الحكايه ما كانش فيها قتل. انا فاهم الحكايه كويس. طيب امهلني اسبوع كمان. امرك. مع السلامه يا جاسر. مش هو ده اللي قتل متولي؟ ما قتلوش ولا حاجه. واحنا يعني هنفهم اكتر من النيابه. يا راجل ابعد عن الشر وغني له. انت ناقص قتل ولا ما قتلش؟ او خريج سجون وخلاص. نعمين استكل. ايه الاخبار؟ الوادي المرش ده بتاعنا باحث اللي اسمه بندق، تعرف الاوتيل مكلح، جاء النهارده ومعاه شلته، لعب بتسعة ونص مشاريب ومشي من غير ما يدفع حساب. ايه الاخبار؟ عمدة ميت حرفية جاء النهارده ثلاث مرات وسأل عليكي وقال انه راجع تاني، و ده باين انه عايزك ضروري قوي. ايه الاخبار؟ سمعتي اخر نكتة؟ انما نكتة انتيكة قوي. بيقول لي كم مرة في واحد قاعد على القهوة. ايه الاخبار؟ جاسر راح قابل شعلان في المحضر. واشتغل؟ لسه. امال ما جاش ليه؟ انت فاهمانه بقى جاسر بتاع زمان يا استحميده، ده بقى رد سجون وانت بقيتي اخر حلاوه، ابدع رجاله بتركع عند رجليكي. عايزين يعيشوك في جنه، تقوم تسيب انت الجنه وتخش النار. ده مش نار يا فلاوكه، ده البريد. ما تحملش هم، هو ما فيش غير شعلان. هو اللي محتاج لي اكتر. من يوم ما سبت المحجر ما لقاش بريمو زيي. امال ايه اللي مضايقك؟ خايف اتقل عليكم. لا لازم المنامه مش عاجباك. لكن وشرف ابويا يا جاسر، لو عندي مطرح كمان لفرشولك حصير سباعي. هو معقول هتعز عنه ايها شيء؟ انا رقبت الجاسر. تعيش يا سمعه. اعمل لكم شاي؟ مفيش لزوم. مرسى بالخير. وانت من اهلك. شوف يا جاسر يا اخويا، لو كان لك نصيب في لقمه هتجيلك لحد عندك وتاكلها. تصبح على خير. وانت من عارف. انا رايحه السوق بكره. ما كنت هناك الثلاث اللي فات يا نرجس. وايه يعني؟ والثلاث اللي قبله. وايه اللي جرى؟ ما كل النسوان بتروح السوق. واللي قبله واللي قبله برضه. بيدي انت هتعدهم عليا ولا يعني يمكن بروح اتمسخ؟ هو انا قلت كده برضه يا نرجس؟ ولا عايزنا نتكل عليه؟ علشان نبات احنا التلاتة من غير عشاء. وضح حسك بلاش فضايح. يووو بيدي اوعى عمار، عايزه انام. انت بتزعلي عوام كده ليه يا نرجس؟ ابعد عني. طب والنبي تديني وشك يا نرجس. لا هنام. ده دي يا
نزليني والنبي يا خال. على عيني يا حبيبي. شيلي تاني شيل. يلا. صباح الخير يا عم خميس. عايزك تخطفي رجلك لحد عازر بسطويص يبقاش كاتب الشغل. ليه؟ عاوز تتكي؟ ايه جدع كويس وكسيف. طريقه فين ده؟ تعالى وصلي. طب شيل. على ما حسن. الحمد لله. وحشني والله يا جاسر. ما تشوفيش وحش. انا دريت انك خرجت من السجن، قلت انك هتسال عني، لكن الظهر ما بتسهرش زي زمان. صح. بتبيت عند اسماعيل. امال بيت عند الغرب. وانا غريبه عنك يا جاسر، ده انا كنت بعد الايام. تعال معايا. انا راح سوق. ما انا عارف ومش عاوزك تروح. ودخلك انت ايه، اروح ولا ما اروحش؟ مالكش مصلحه هناك، لا هتشتري ولا هتبيع. روحي لحالك. رايح وراها يا جاسر. لو عرفت نرجس بتروح فين هتدخل السجن من تاني، وانا مش عاوزك تتحبس. اول مره كنت انا السبب، كفايه. خليك مع اللي كان السبب ومالكش دعوه بنرجس. لمي لسانك وبعدي عن سكتي. سكه الندامه يا جاسر، بكره هتشوف وتقول حميده قالت. صباح الخير يا حاج. يسعد صباحك يا اخويا. ما تعرفيش نرجس الاقيها فين؟ نرجس بتاعت الكتاكيت. ايوه ايوه. اسال عليها بتاعت الجبنه، هي بتقعد هناك. متشكر قوي. قولي لي يا خاله. نعمين يا نرجس ما جاتش النهارده؟ جات ومشي. راحت فين؟ هي كده ملهاش مطرح، تبقى جنبي وبص الاقيها دابت زي الملح في الميه. نرجس مش كده؟ مستوية مطارة. تعالي تعالي. أعمل إيه؟ أبويا مات من هنا، لقيت الفلوس معايا زي الرز. قلت أتجوز بحراوية أمتع نفسي، ويوم ورا يوم صرفت اللي حيلتي. انت ما انتش غريب يا جاسر يا اخويا، انا النهارده ما حلتيش ولا 20 خرده، لكن بيني وبينك بقى البيت نرجس دي طلعت اصيله قوي. ريح السوق، جاي من السوق زي المكوك، مش مخلياني محتاج لاي حاجه ابدا. تربي كتاكيت، تبيع بيض، جبنه، زبده، لبن، اهو اللي بتقدر عليه بتعمله عشان تساعدني. ايوه والله. يا سلام، بنت حلال صحيحة والله. جبنا سيرة القط جه ينط. عواد. ايه ازاي الحال النهارده يا نرجس؟ جبرت. حلاوتك ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ احنا لينا بركة بس جاسر. جالك كلامي؟ روح يا شيخة، ربنا يخلي لنا كتاكيتك. الله على خير. انت مش بتتعشى معانا؟ لا. امال انا جايبه اللحمه لمين؟ ماليش نفس. اشطف اللحمه وحطها في الحله على المخرط بصلتين. عينيا.
خير. يوه اخفى علي، هو انا صحيتك؟ انا صاحي. طب ما تشخطش، واهلي صحاك من بس. انا ما نمتش طول الليل. واهلي منيماتش. امبارح رحت السوق وسالت عليكي، قالوا انك انت زي الملح، يا دوب تظهر يا دوب تدوب. بتدوبي فين يا نرجس؟ ما انا قدامك اهو، شايفني دايبه ولا شايفني دايب؟ انت تدوبي البلد بحالها. عين الحسود فيها قوي. ان شاء الله عدم عينيا. بعد الشر علي. انا اول ما شفتك قلبي طب وخفت على نفسي. لا تتحبس تاني. لا يا اخوي، انا حاجه وحميده حاجه. انت كل حاجه وحميده ولا حاجه. يوه اختي شمار نفس. يوه تعالى لم معايا الفراق. وده وقت الفراخ. اشتغل وبيكسب، ايه لزوم قعدته معانا؟ ما بتقول انا ليه؟ يكونش ابن عمتي ومش دريانه. شوف لك صرفه معاه. ما تقول اقول له اطرده وهو مش لازم يحس. اي اخوي، من وراي يبقى لسانك دراعين، ومن قدامه تبقى زي القطه الكمشانه. اوجي يا اهل الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ليه ده كله يا جاسر؟ والله ما كان له لزوم. فضل خيركم. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اهل. لكن انت مش قلت لي كنت رايح تتونس مع نجيب؟ اه، كنت اتونس الليلة دي مع نرجس. كده؟ اه. طبعا يا اذنكم. رايح فين؟ لا ما انا كنت جايب شوية الفاكهة دي ورايح اسهر مع اسماعيل. لقيته عاوز ينام بدري، هروح انا اشم شويه هواء. عن اذنكم. اوعى تمشوا من بره وتقفلوا الباب. يبقى لازم بقى رايح لحميده. يمكن انا والهواء. يا اهلا بالكريمو، يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
خدمتنا يا بريمو. ماشي ترابيزه بريمو للبريمو. سلام يا بريمو. مساء النور. المدينه يا جرائد جاي. انا ما طلبتش حاجه. على حساب السن. خد يا دمعوني. انا لما احب اشرب مزاجي اشربه بمزاجي. انه عاجب الناس كلها. المهم اني يعجبك انت. انت دايما بتنسي انك بتاعت الكل. لازم نرجس مزعلك يا روح قلبي. انت هتبطلي يا بت ولا اقطع لسانك. انت كده غوي عكنانة تطلع ايه حتة البحراوية دي اللي مدوخك وراها زي الفرخة الدايخة. هو انا ناقصك؟ انا جاي هنا اروق دماغي مش هتعدي. لازم رايح السوق. تمام. امال كنت جاي ليه؟ كنت مستنيه لما يفتح. جاسر. الله. هو جاسر جه؟ لا لسه زمانه جاي. يا جاسر شارد كده ما تقولي نفسك امال. انا همشي. همشي ازاي؟ ما تحط ميه في اللغه من الحجر ترشق تحت رجليك. ولا السجن نستك وطول الشغل. طيب انا هوريلك. وده اسمه كلام؟ ايه ده اللي انت عملته؟ حتى يا ريس. قوم تضربه؟ بس متضايق شويه. هو ذنبه ايه؟ اهي غلطة يعني. والمرة اللي فاتت ما هي كانت غلطة برضه وخدت فيها 5 سنين. مش تقعد بقى وتخلي بالك لطول؟ اطمن مش هتتكرر. روح انت ضيع اعصابك ما تخافش وميتك محسوبة. يلا
ياسر في حرق شيطان يا ريس شعلان. ايه اللي جابك؟ فوت شغلك ليه؟ انا كنت هخش السجن تاني. يا ندمتي؟ ليه؟ حد من الرجاله جاب سيره حميده؟ لا، جابوا سيره نرجس. انا؟ انت صدقتيني؟ على اصلي روحي ضيقه اليومين دول. واللي حكي لي على مناخير ابو زكتور الهايج. يعني انت دلوقتي ايه؟ مال؟ لا تعبان شويه، حبه برد. يا سلام. كم جوزك كتاكيت النهارده يا بنتي يا نرجس؟ بربع جنيه يا خميس افندي. ولو قلت بجنيهين حلال عليك. تعيش يا خميس افندي. ابو سعد عاوز يشتري كتاكيت. ما يجي هين وبين البايع والمشتري يفتح حرف. ايه اللغو اللي جدت عليكي دي؟ اهو كده. اللي عاوز يشتري اهلا وسهلا ويجي لغايه عندي. مالك النهارده يا نرجس؟ ماليش، وهنا كده. كده؟ طيب يا نرجس. ربنا محنن عليا والاشياء معدن والحمد لله. نفسي انك تهدى شويه. ما انا هادي اهو، كل ما اروح في حته تلف ورايا. ربنا عني. انت بدك تخرب عليا، سيبني في حالي. مش قادر يا نرجس، صدقيني مش قادر. طب واخرتها؟ اخرتها اخرتها زي ما يكون، يعني هعمل ايه؟ اسماعيل بارك في البيت وانت مش عايز تقدر. انا مقدر والله مقدر، وانت عندك بيتك كلها. يا نرجس نرجس نرجس. يا بحراوية. اهلا ست حميدة الغزية. الله، ده انت عارفاني اهو. ومين في البلد ما يعرفكيش؟ قالوا اسماعيل عيان، جيت اشوف. شقي على ايه؟ روحي شقي على النصبة بتاعتك. مالك انت ومال اسماعيل؟ ولا انت من بقيه اهله؟ طب بلاش اسماعيل، جيت اشق على جاسر. قلت ايه؟ قلت انك رمية. يا دي عايزه مفهوميه. انا مش رميه ومش جايه له هو، انا جايه لك انت. انا لا اعرف غوازي ولا احب اعرفه. البلد من صغيرها لكبرها عارفه ان جسر بتاع حميد. البنات والصبيان قالوا غنوا على جسر وحميد. بطلوده واسمعوده، حميده شلها يا حميده، حميده بتاعت الشيلن والنص ريال. والله وعرفتي تتقصعي. ده انا مولوده من بطن امي متحزمه. جرايه يا بنت، انت جايه تبكتيني في داري؟ ما انتش بتاع الجاسر، عيش راجلك واقتنعي. وده يكون ايه جاسر اللي بيتهافتوا عليه؟ ده انا اصلي بحراوية. وانا حميدة بتاعت الغرز. عشان اللقمة. عالمشاعر. لو نصيبي اداني ما كنتش اخون زيك. هو كلام يا ودني، اسمعي من هنا وطلعي من هنا. مش داخل راسك يا عيني، عشان بتاكلي خيانه وتشربي خيانه. بحراوية على حل شعرها، ملهاش كاسر يكسرها. خلاص يا تعبتانك. على يدنا هتكون فضيحتك بجلالك، هقوم عليكي اهل البلد، هخليهم يرجموكي بالطوب والحجاره. اخرجي من بيتي يا غزية. خارجة. انا خلاص قلت اللي في قلبي. استني.
خدي حق ما ضيعتش في مشوارك. مش يمكن زبون سأل عليكي كده ولا كده وقالوا له انك مش هنا. يا ريته كان حلال، ما كنتش قلت لا. الا يا خساره، محدش عارف النص ريال ده جاي منين. خد هدمتك وروح وراها. حصل ايه؟ اللي حصل راح وانتهى. كانت عاوزه ايه؟ هو ده، خد هدمتك وامشي. انت بتسمعي كلامها؟ ده كلام الكل، البلد كلها بتقول كده، حتى اسماعيل من قدامك بوش ومن وراك بوش. وافرض ان احنا نقدر نضحك على اسماعيل، هنقدر نضحك على البلد كلها؟ ما دام اتجرأت الفجره بتاعتك وجات لحد هنا، معنى كده ان البلد بتاكل في صيرتنا اكل. أنا كنت عايشة مستريحة قبل ما أشوفك، ومن يومها بخاف منك أكتر ما بخاف من إسماعيل. وأنت تطلع لي إيه؟ لا من لحمي ولا من دمي. عاوز مني إيه يا جاسر؟ سيبني في حالي يا أخي، ابعد عني، روح للقضية بتاعتك. اضربني، موتني، لكن ما تروحش للبحراوي. البحراوي أحسن منك. أنت أعمى ومش دريان، دي هترجعك السجن ما تخرجش منه. وانت مالك؟ ايه اللي بيني وبينك؟ بحبك يا جاسر، خايفه عليك، مش عايزه منك حاجه غير انك تكون موجود في الدنيا مرفوع الراس. بس انت بعدي عن طريقها، ولو اتعرضت لها تاني انا هتحرك. وانت لو رجعت لها تاني انا هفضح، همشي في كل حته واقول نرجس مرات اسماعيل بتخونه مع ابن عمته في بيته وعلى فرشته. ما تسيبنيش يا جاسر، ما تسيبنيش. وصح جاسر حيث كان عندنا؟ ايوه. هو سيب بيت ابن عمته ليه؟ وانا ايش عرف؟ لازم ادخل. وانت مالك يا بنت؟ خدي الهدوم دي يلا علقيها. طيب. يلا بينا. يلا خلاص يا سلحة. ايوه يا ابا. بنتك دي يا ريس علان؟ ايوه. ما انت ما توقعش عليها، كانت على ايامك لسه صغيره. ما شاء الله، ربنا يخليك. اتفضل. ادي بيتك الجديد، وانت ما تحملش هم توضيب الاوضه، الاولاد هيوضبوها واحنا في المحضر. وانا لسه هتاكل معايا. انت بقيت جاري والنبي وصى على سابع دار. ربنا يديم المعروف. بس المهم ما تهملش اسماعيل، ابقى شوق عليه برضو يا جاسر، ده غلبان. انا مش ممكن انسى الجمال عليا، دواني بعد ما طلعت من السجن. طول عمرك شهم. اسماعيل موجود؟ لا مش موجود. راجل البيت ومش موجود، يبقى انت لزومك ايه؟ ولا انت واخدها حلوانه في سلوانه؟ بتهربي مني ليه؟ هو منبه عليكي؟ اسماعيل ما بيتكلمش. امال ليه مش عايزاني اشوفك؟ ايه على امال؟ انا بحبك، مفيش حاجه هتمنعني عنك. انا متجوزه. دلوقتي متجوزه؟ بعد اللي حصل بينا؟ وايه اللي حصل بينا؟ ولا حاجه. عندك انت ولا حاجه، لكن عندي انا كل حاجه. انا من يوميها وانا عايش في الجحيم، مش هسيبك ابدا ابدا. عقل النار. ابدا. ابعد يا جاسر. Thank you.
وعليكم السلام ورحمة الله. مبسوط يا عم؟ أدي أنت بقيت رئيس المحكمة. البركة فيك يا ريس علان. أنت أصلك جدع وتستاهل كل خير. ليه عندك طلب يا ريس علان؟ أؤمر. وإذا كان بإيدي من عينيا الاثنين. كلمتين بيني وبينك. آه طيب سيبنا شوية يا عبد المسيح. خير يا جاسر. أنا طالب إيد صالح حبيبتك وعاوز منك كلمة دلوقتي. والله يا ابني الحلال ما فيهوش عيب. يعني موافق؟ وأنا هلاقي أعز منك يا جاسر. مبروك. الله يبارك فيك. مين اللي دل جاسر على صالح؟ وهو اللي زي جاسر عايز حد يدله. يعني ما جابش سيرتها قدامك قبل كده؟ ابدا. ما انت عارف يا ابن عمتي بنغزه اي حاجه تطلع في دماغه يلا السلامه. ده ذوق مجليط خالص. لو كنت اعرف انه ناوي ايه كنت لقيتي له واحده من بلدكم. مالها بلدنا يا اخوي؟ انا قلت حاجه زنت البلاد. بس كان ياخد واحده من طوبه تخدمه وترسمله. لكن صالحه؟ صالحه دي ايه؟ نصيبه كده بقى يا نرجس. مبروك يا صالحه. الله يبارك فيك. ولا معرفتش تنقي يا بت؟ يوهانا اللي نقيت هو اللي خطبني من ابويا. ما هو لازم كان بيحبك وحاطط عينه عليكي من زمان. من يوم ما سكن جارنا بس. اسم الله عليكي. دي انت الف راجل يتمناكي. بس جاسر هو البريم. طيب.
السلام عليكم. مساء الخير يا ست حميده. مساء النور يا سيد الرجاله. ايه اللي رماك علينا؟ جيت اتونس فيكي. وجاسر بيتونس بمين دلوقتي؟ بعروسته. الله، هو اتجوزها؟ امال، وعلى سنه الله ورسوله كمان. امال ايه بنت الري الشعلان على سن ورمح. بنت الري الشعلان؟ اه. طلحه؟ امال يعني طلحه؟ هو له غيرها؟ ادي يا ابني 50 امين ال 16. شفتي؟ هو عرف مصلحته فين واتجوز بنت رئيس المحجر بتاعه. كنت فاكره ان البحراويه رابطاه وملجماه. سيبك منه يا ست الكل، وشوفي حبايبك دول كتير، ده يقولوا انك غيرانه من جوازه. هو انا غيرانه وبس؟ ده انا عقلي شادد. وعندك 50 يمين في 16. نعم. ايه؟ عايزك في كلمتين. هو انت لسه عندك كلام تاني؟ مش خلاص؟ يا عبيطة، خلاص ايه؟ ده انا عملت كده عشان اعمل كل. كنت بحسبك هتفهميها. يا اهدي اللي هفهمها. اما اخطب واحدة زي صالحة، محدش هيكلم علينا، فهمتي بقى؟ يا اخويا ما خلصنا. يا لهوي. مش ممكن ابدا. انا قلبي ما فيش حد غيرك. وهي صالحة عيبها ايه؟ لكن انا عاوزك انت، انت بس. يا خرابي، شيلني شيلني. اهي جت اهي. كنت فين يا نرجس؟ اصل رجلي انقطعت، انا عارفه انتوا بتجروا على ايه. بتفكر في ايه؟ مش احسن من وابور الطحين والملاليم اللي بتاخدها؟ وانا مش فاهمني في شغل الحجاره يا جاسر. ده انا عمري حتى ما شفت محجر. الله، هو الحجار بتولد حجار؟ ما الناس كلها بتتعلم، ثم انا اللي هعلمك بنفسي. وانت هتلاقي احسن من بريمو يعلمك. اللي تشوفه يا جاسر. اتفقنا، وانا هعمل لك يوميه مكفيه علشان تريح نرجس من مشاوير السوق. انا قايم دلوقتي اتفق مع الراجل الشعلان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مع السلامه. شعلان. والله عملت طيب يا جاسر اللي شغلت اسمعي، ولو انه ما بيعرفش في شغل المحجر انما زي بعضه قاعدين تحت رعاه. اهو نرد له جميل يا ريس شعلان. اصيل والله يا جاسر. Ha 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 ha!
انا جنبك. اطلع اطلع اطلع. لا 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 لا. اطلع. عاجبك كده يا جاسر؟ انا مش قلت لك ماليش دعوه بالشغلانه دي. معلش ما يقع بالصوت. اطلع اطلع. معاك ايه النهارده يا بنتي يا نرجس؟ معايا فضلة خير ضيق. كتاكيت فين امال؟ مش موعد ناس عليهم؟ ده كان زمان. كلام ايه؟ والناس اللي مستنيين؟ خليهم يستنوا. يعني الكتاكيت هترجع؟ مين عارف؟ على كيفك يا نرجس، فوتك بعافيه. الله يعافيك. صباح الخير يا نرجس. ايه اللي جابك ورايا؟ شوفي جبت لك ايه؟ ايه اللي جابك ورايا؟ مشتاقلك قوي يا نرجس. مش انت اللي عايز كده؟ نفسي اغمض وافتح ولاقيكي معايا. انت سايب شغلك وجاي تقول لي الكلام ده في السوق؟ اعمل ايه؟ ما انا مش قادر اشوفه غير واسمعيه في المحضر. يا وصيبتي لحد زي ما احنا يروح يقول له. هو انا غريب يا نرجس؟ اللي في مخك هو اللي غريب يا جاسر. هو الحب غريب يا اخواتي؟ خدي ايسي. خليهولك، مش عايزه حاجه. انا عايز اشيل التكشيره اللي على وشك وبطله بطله. ما هو غصب عني يا جاسم، شغلانه الحجاره دي ماليش فيها. كلام فارغ، كل شيء بالتعليم. وانا دلوقتي هعلمك شغلانه توكلك عيش تمام. شايف الراجل اللي فوق ده؟ مرحبا يا ولد. مرحبا جاسر. ده بيدق لغم، بنحط فيه ديناميت عشان نوقع الجبل. ده اجره كويس، ولما تعلى لفوق يعلى اجرك، تعلى يعلى معاك، تعلى زياده يعلى زياده. Thank you.
فين عم شعلان؟ سبق على المعدية. مالك يا سجاير؟ لا ولا حاجة. أنا أصلي من امبارح وأنا مسكني الرعشة. لا سلامتك. الله يسلمك. أما تريح نفسك النهاردة وبلاش من الشغل. المحجر ما يمشيش من غيري. والفطار؟ خليني لما أرجع. مع السلامة. والجواز شيء ثاني. اسمعي انا مش عاوز لف ودوران. هتتجوزيني يعني هتتجوزيني فاهمه؟ هو الجواز بالعافيه. ايوه بالعافيه. يفتح الله. نرجس انا مش فاضل قدامي غير حاجه واحده اني اقتلك. كل الناس هتتصعب علي. نرجس أنا بحبك. أنا جاسر. أنا البريمو. أهلا جاسر. كنت عايزك في حكاية كده يا ريس علان. خير يا جاسر يا ابني. ربنا يعلم قد إيه أنا محرج منك. إنما ايه اللي شغلك يا جاسر؟ انت عارف مرات المرحوم اسماعيل. ما انت شايف لوازمها ومكفيها اول باول. ده مش مهم يا ريس علان. ازاي بقى؟ المهم سمعتها. ودي غليبه. قصدك ترجعها لاهلها؟ ما تبقاش مرجليه. امال ايه اللي انت شايفه؟ انا هطلب منك طلب وعارف انك هتقدر ظروفي. أنا عايزك تعفيني من فتح صالح. قصدك يعني؟ الطلب ده على عيني وراسي يا ريس شعلان. لكن ربنا قال الأقربون أولى بالمعروف. عداك العيب يا ياسر. والجواز اسمه نصيب. وأنت ابني زي ما صالحة بنتي. ومصلحتنا كلنا واحدة. بس ما تزعلش مني. أنت هتستر عرض واحدة بقت مننا برضه. والحلال ما فيهوش عيب يا جاسر. Thank you.
عليكم. وعليكم. زي الشغل يا عم سيح. زي الزفت. ليه؟ في ايه؟ جاسر لسه ما جاش. تاني؟ الشغل متعطل والسواقين عاوزين يحسبوا اليومية علينا. معلش. الغايب حجته معاه. ولما يجي انا ليا معاه كلام تاني. فكري فيها نرجس. في اسماعيل. ايه اللي خلاكي تفكري فيه دلوقتي؟ بتبصيلي كده ليه؟ علشان انت اللي قتلته. اسماعيل طول عمره في الله. ملوش في المحاجر وتكسير الحجارة. لو ما كنتش انت شغلت الشغلة دي ما كانش مات. نصيبه كده. وانت كمان نصيبك كده. نصيبك نرجس. مبروك يا عريس. هما اللي بيتجوزوا بيتداروا عن حبايبهم. ايه اللي جابك هنا؟ جيت ابارك لك. روحي لحالك. مستكتر تقف معايا شويه ولا يعني انا مش زي غيري؟ عايزه ايه؟ صعبان عليا البت المسكينه صالحه. امال ليه كنت بتقرا فتحتها؟ ولا يعني كانت لعبه وخالت؟ وانت مالك؟ صحيح انا مالي. راح اللي راح يا خوفي من اللي جاي. انا جاسر. لا خاف من اللي راح ولا خاف من اللي جاي. حطيت صوابعك في الشق والشق جواه حية سمها والقبر. ما انتش حاسس بالسم اللي بيهري في بدنك؟ انت اللي الغيرة بتهري قلبك. من مين يا حسر؟ من البحراوية؟ بكرة تندم وتقول انها ما كانتش تستاهل اللي عملته عشانها. ده انت لو ربطتها في رجل السرير هترجع من شغلك لا تلاقيها ولا تلاقي السرير. عجبني. Thank you.
البريمو خايب. معلش تعيش وتاخد غيرها. اسماعيل، مش انت اللي هتوكليني، انا اللي وكيلك. انا هشتغل هشتغل. تشتغل ازاي وانت اعمى؟ قوليها اعمى. يا نرجس، انا البريمو، انا البريمو نرجس. هشتغل يعني هشتغل. ادخل ظلم. انا راجل البيت، انا اللي اصرف على البيت، مش انت اللي تتصرفي. ارجسني المقدر يا جاسر. المقدر انك انت تنزلي السوق وتجيبي الخضار واللحمه. انا مش اسماعيل. من باب البيت
هشرب من دمك، هشرب من دمك. انت زعلانة عشان ربك، سامحيني. انا من يوم ما اتحميت وانا مش واعي. انا بحبك، بحبك يا نرجس، بحبك. انت مين؟ انا حميدة يا جاسر. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخدك عندي. بس انا متجوز. عارفة. بس مش عارفة اني بحب مراتي. غلط، غلط يا جاسر. كل اللي عملته غلط. وانتي رايك معي؟ عشان بحبك. وانا ما بحبكيش. انا بحب نرجس. بس نرجس. ونرجس ما بتحبكش. ما تعملي. سابتك ومشيت. هجرتك بعد ما تعميت. خلاص يا بقى. بيان. بيان. الشهرة. طلع. طلع. هطلع بره. هستناك يا جاسر، هستناك. حبيت تدور عليها تعالى وانا دلك، هتلاقيها عند خميس شيخ الغفر. واذا حبيت تدور عليها تعالى وانا دلك، هتلاقيها عند خميس شيخ الغفر. تيجي يا نرجس، انت خايفه مني ولا ايه؟ بقى ده اسمه كلام؟ ده المثل بيقول طباخ السم بيدوق، لكن انا بقول طباخ الحلو بيدوق. حلو؟ هو فين الحلو ده؟ ده انا سم، بس انت ما انتش واخد بالك. هموت في السم. يا عيني، يا عيني على الشعر الحرير اللي على الخدود يهفهف. يا اخواتي، ايه ده كله؟ ده لهم حق يدوب كتاكيتك. ده انا طلعت مغفل كبير. ابعتك لديه ولديه يشتروا منك وانا ما اشتريش. انا اشتري بعضو. بتبكي؟
ابدا. وايه يفيد البكر؟ تعال تعال. مالك يا نارك؟ في حاجة؟ أنا لا سمح الله زعلتك؟ اتكلمي فضفضي على اللي في قلبي. قلبي؟ هو فين قلبي؟ ده أنا عايشة العمر كله من غير قلب. أهو شكلي والسلام. ليه هو اللي شكلي والسلام؟ طب ده شكلك حلو حلاوي، ما هيش على حد أبدا. عاجبكم يا خميس، لكن مش عاجبة نفسي. أنا اللي شايفة جوايا لوحدي، شايفة المر ينضح مر. من يوم كنت عيلة عايقة وبحب الشبرقة، ولما جالي إسماعيل متريش قلت جوزه لي ياما، ده راجل كسيب. ولما راحت فلوسه كنت عارف يروح ولا يجي، وبقيت أنا اللي عليه من عرقي، من بيع الكتاكيت يا خميس، من بركة تكيكي. وطلع لي جسر في البخت، قلت ده هيعوضني عن اللي راح. أما هو نفسه راح، فقد نظره. حكمتك يا رب، حكمتك. مين عارف عمل ايه في دنيتي؟ احب على ايدك يا خبيث عتاقي. انا بدي اموت تايبه، بدي اموت تايبه، بدي اموت تايبه تايبه. انت يا نرجس؟ ايوه. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه؟ ربنا مش هيقبلها مني، ولا انت مستكتر عليا التوب؟ هو انا مش روح ربنا خالقها؟ وهو هو مش بيقبل التوبه من الكل؟ اشمعنى انا؟ اتكلم يا خميس، اشمعنى انا؟ طب تعالي نامي تعالي. ايوه احسدني ما تلمسنيش. انا شوق، شوق مع الكل. كل اللي قرب مني بيتحرق، كلهم اتحرقوا وماتوا وفقدوا نظرهم. انا شوق، ما انا شوق، ما انا شوق، ما انا شوق. مش امي اللي بخبط، انا عارف عايزين ايه دلوقتي. وانت مش عارف عايزين ايه يا خميس. عايزيني انا، عايزين كتاكيت. قول لهم ان الكتاكيت ماتت، وصاحبة الكتاكيت كمان ماتت. نعم. مش انت برضه اللي اسمك خميس؟ هو انا بس مش فاضي. عم خميس،
نرجس نرجس رضي عليك ما كانش قصدي نرجس نرجس أنا البريمو أنا البريمو نرجس